احنا علينا بلانه اكو راي مشترك في انه هاي العمليه السياسيه يجب ان تنهج نهج اخر. ولهذا اتفق معايا مسعود، الحقيقه الاخ مسعود بعث لي رساله ايجابيه جدا جدا، يعني عجيبه غريبه. انا ما كنت اتوقع منها الايجابيه العاليه بهذا الشكل. هذا الكتب اللي اجتنا من بعض الشخصيات المهمه مثل الاخ مسعود البرزاني يقول فعلا المحافظه لازم المحافظ ينتخب من قبل شعب المحافظه باشر، هاي ممكن تتطور تصير من رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه ينتخب من الشعب مباشره، اي كخطوه موفقه حتى لا يقول هاي حصه فلان وهاي حصه فلان. بلي اي بالضبط. فلهذا احنا تدري هاي النقاط وغيرها من النقاط، النفط والغاز اعاده مشروع، وسوينا دراسه كامله على هذا الموضوع. فاليوم اذا تحب نناقشها بلقاء تلفزيوني او غير لقاء، واذا انطي حضرتك النسخه منها. نعم. وطبعا تقدر تناقشها ويا اي كان بصراحه. يعني تعرف هذا موضوع الى حد الان ماكو قانون، اكو بالدستور يقول يصير قانون للنفط والغاز، ايواكو وينه؟ فاحنا جينا هذا الفقره شرحناها وسوينا قانون، مقترح قانون واضح دزيناه للاخوان المعنيين بالش اسمه. يضاف الى هذا يعني توقيتات دستوريه، يضاف الى هذا انتخاب مجالس المحافظه، يضاف الى هذا المجلس الاتحادي مو يخلي يشكل عاد، وانتهينا من هاي القصه. احنا ماكو شيء اعلى منه. وبعدين حتى تحديد مجلس النواب، احنا نقترح الدستور يقول لك كل 100 شخص 100,000 شخص لهم حق بنائب. احنا قلنا 200-250 نائب السقف مال مجلس النواب، زاد العدد نقص العدد مال الشعب العراقي هو هذا 200. ليش ما نبدا بالاهم من هذا؟ الفكره المطروحه الان رائعه، انه رئيس الوزراء انتخاب مباشر، رئيس مجلس النواب انتخاب مباشر. ايوه احنا مبتدئ ما ردنا شوي اجن ها على دفعات حتى الولد يقبلوها حتى تنقبل. ايه؟ وهي من تنقبل تعرف حضرتك، من تنقبل يعني او جزء منها ينقبل على الاقل، تفتح ابواب جديده لارساء معالم جديده في العمليه السياسيه منطقيه. هذا هو طريقنا لمعالجه. اكو ارضيه الان تستوعب؟ اكو كلش جدا ارضيه تستوعب، والشعب المنتفض هو ارضيتنا. اها هذا هو، هذا بصراحه.